أخبار اليوم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه لكم جميعا بالتحية والتقدير والاحترام. واسمحوا لي قبل ما أبدأ كلامي معاكم أن أنا أطلب منكم وأنتم من فضلكم تقفوا دقيقة لو سمحتوا. واسمحوا لي ان انا قبل ما نقعد مكاننا ان انا اتوجه لكم جميعا وللجيش بالتحية العسكرية. والحقيقة انا يمكن كنت النهاردة جاي بلبس اللي انا لبسته ده لرسالة معينة انا حبيت اكدها معاكم، ان انا بقول لكم تقديرا لكم، احتراما لكم، تكريما لكم، كان لازم اجي باللبس ده. فاسمحوا لي ان انا اوجه لكم التحيه. تفضلوا لو سمحتوا. الزيارة دي الحقيقة متأخرة. الزيارة دي متأخرة وكان المفروض ان انا اجي لكم من بدري قوي. فأرجو ان انتوا تعذروني على ان انا اتأخرت عليكم يعني. لكن الحقيقة اليومين اللي فاتوا دول واللي حصل، وانا اتصور ان كتير مش واخد باله من حجم الجهد والتضحية والرجولة، مش عايز اقول العظمة، والعظمة بتاعت الجيش مش بس في الدفاع وتأمين سيناء الحقيقة، لا، الجيش المصري بكل تواضع انا بقولها بيقوم بدور عظيم جدا، والتاريخ هيتوقف كثيرا، التاريخ هيتوقف كثيرا ويسجل قد ايه الجيش المصري عمل عشان خاطر مصر وقدم قد ايه عشان خاطر مصر. وبالمناسبه الجيش مش قدم فقط تضحيات وشهداء ومصابين، لا، الجيش كمان قدم لمصر في ظروف صعبة تنمية وتطوير، يساهم مع الدولة مساهمة ضخمة جدا في تحسين قدراتنا والبنية الأساسية لمصر ومشاريع التنمية المختلفة. يعني عايز اقول ان الجيش مش فقط بيقاتل، لكن انا هقول ان الجيش بيقاتل حتى في الاتجاهين دول، اتجاه الحمايه والتامين والحفاظ على مصر بحدودها بارضها بامنها بسلامها باستقرارها، وده شق ممكن يكون كل الناس واخدة بالها مني، لكن في شق كمان انا بأكده انتوا هنا موجودين مشغولين يمكن في المهمة القتالية بتاعتكم، لكن ليكم زمايل اخرين بيبذلوا جهد كبير كمان بالاضافة للي انا قلته ده في تنمية الاقتصاد المصري، بيعمل بينظم مع الشركات المدنية عشان يدي دفع أكتر في
في مجالات البنية الأساسية والمجالات اللي ممكن الجيش يقدم فيها خبرته. فالدور اللي الجيش بيقوم بيه دلوقتي بقاله أكتر من 4 سنوات النهاردة في الحفاظ على مصر واستقرارها وأمنها وسلامتها في ظل ظروف صعبة جدا بتمر بالمنطقة. الحقيقة بقول مرة تانية إن ده هيسجله التاريخ، والضباط والجنود اللي سنهم صغير هيشوفوا ده ويشوفوا نتائجه إن شاء الله خلال السنوات القادمة. فحبيت إن أنا أشكركم، وما بقاش الشكر تسمعوه مني من الإعلام ولا حاجة، لا، إن أنا أجي بنفسي أولا عشان أتمنى عليكم، وثانيا عشان أشكركم على اللي أنتوا عملتوه وبتعملوه وهتعملوه، لأن برضو عشان نكون يعني منصفين، خلال الثلاث ايام اللي فاتوا والاربع ايام اللي فاتوا كان مهم قوي نبقى عارفين ايه الحكايه. فاسمحوا لي من خلالكم ان الكلام ده يصل لكل المصريين من هنا للعريش عشان ورفح والشيخ زويد، والناس تعرف ان حتى الشوشرة والقلق اللي حدثت خلال الفترة اللي فاتت مش جوه الجيش، لا مش جوه الجيش، انا فاهم طبعا، لكن انا بتكلم عشان بقول تاني الرسالة دي تصل للداخل والخارج. داخل مصر بقول المصريين ابدا ما تقلقوش، في هنا رجال، والرجال دي موجودة مش بس